أنا اسمي إنصاف نصر، مواليد 1966، والداني بأشرفية لبنان بس قيدي بالسويدة، وحاليا أنا هون بعنتب. أنا كنت طالبة متفوقة المرحلة الابتدائية طبعا لحالي، لأنه بالبيت ما كان أي حدا متعلم، الشخص الوحيد اللي يقرأ ويكتب هو أبوي، وأبوي كان دائما يعني برات البيت، هو يروح على لبنان يشتغل ويرجع، فأنا لحالي. قضيت مرحلة ابتدائية كنت طالبة متفوقة، لما جيت بدي بلش بالإعدادي أبوي رفض تماما، أنه أنا لازم ما أطلع من الضيعة لأنه ما في إعدادية بالضيعة. فهي كانت أول صدمة بحياتي، كانت يعني كانت غصة أنه أنا ما أكمل دراسي. من هون صارت علاقتي بأبوي يعني ما بقول سيئة، بس أنه فرض علي شيء أنا ما حبيته، فما كانت يعني علاقة متوازنة. أخي لأنه صبي، والرجل يعني مباح له أشياء ما أنا مباحة للمرأة، كوني أنا بنت لازم ما أروح وأجي وأطلع من البيت. وبالنسبة لمجتمع السويدة أو لأبوي تحديدا، أنه البنت بالأخير بتتزوج وتقعد ببيتها، ما في داعي تكمل تعليمها، خلاص هي حياتها. فهذا المنطق اللي عند أبوي أكيد أنا يعني كنت رافضته. أخي أصغر مني بثلاث سنين، كوني أنا البنت الأكبر بالبيت بالولاد والشباب، علاقتي بإخواتي كانت حلوة، أنا كنت المشرفة عليهم بالتدريس أثناء المرحلة الابتدائية طبعا، فكان في علاقة جيدة بيني وبينه. فلما صار صف تاسع كان العلاقة لسه أفضل بكتير، طبعا هو الدرس ياخذ المدرسة يرجع يجي درسني بالبيت، كمان هو كان طالب متميز بالدراسة، فندرس سوا. حتى كان في جولة دراسة كتير حلوة وقت قدمنا أولاد جيراني، منهم كان عم بيقدم تاسع، بنوتات وشباب جيراننا، منهم كان بكالوريا، فجو الدراسي كان جماعي والكل يعني عم يشتغل، فكتير كان جو حلو والعلاقة كانت جدا متميزة. وقت جيت بدي أقدم بالجامعة كان في رفض تماما من أبي أنه أنا أقدم بالجامعة، أنه خلص. فالشخص الوحيد اللي وقف معي هو فعلا أخوي، ووقف معي ماديا ووقف معي اجتماعيا، وبضغط منه وبإصرار مني أنا أنه لازم أكمل. فهوني ساءت العلاقة مع أبوي وقوية العلاقة مع أخي. زوجي تعرفت عليه بالجامعة عن طريق أصدقاء مشتركين بينه وبينه، هو بدرس فلسفي وأنا علم نفس، هو بقسم وأنا بقسم، بس كان في أصدقاء مشتركين بيني وبين زوجي وتعرفنا على بعض، وصارت قصة حب يعني أنا وياه ومشينا بالقصة. فرفض أهلي كان من منطق بس إنه هو برات الطائفي، أنا من طائفة الدروز الموحدين وزوجي مسلم سني. هلأ أول ثلاث سنين من حياتي الزوجية أنا ما قطعت علاقتي بأهلي، بس أخوي كان بيعرف. تزوجنا أنا وزوجي بموافقة أخوي، سكننا بمخيم اليرموك، بس أهلي ما عرفوا. أنا ظلت علاقتي بأهلي مستمرة، وكل أسبوعين ثلاثة أروح لعنده على البيت و أقضي خميس وجمعة وأيام العطلة وأرجع أنزل على الشام. لما دريوا أنه خلاص على السويدة ما بقى في طلعة، طبعا أخوي إجا لعندي على البيت، أنه أهلك يعني عرفوا بالقصة فما في داعي تطلعي، وأنا شايلة الموضوع كلياته، فقالوا أنه هي سافرت برا البلد. الخوف كان أنه في حوادث قتل صارت، أي وحدة تأخذ من غير الطائفي يعني حسب العيلة طبعاً، القتل في عائلات بتقدر تقتل في عائلات ما بتقدر تقتل. أنا أخواتي كنت مطمنة أبداً مستحيل أي حدا منهم بيقدر يقتل، بس أبوي ما كنت مطمنة، فمن هذا الباب كان الخوف. وفي صديقة لأني مقربة إلي ولزوجي يعني نفس الوضع تبعي وقتلوا أهله. طبعاً علاقتي بزوجي كانت علاقة جداً متميزة، كونها هي بالأساس يعني من أقصى الجنوب لأقصى الشرق، فأكيد بده يكون شيء متميز، هو شخص جدا رائع. والمشاكل الوحيدة اللي كانت أو الصعوبات اللي عانيناها بداية زواجنا هي مسائل مادية. زوجي كان كاتب وشاعر وخريج فلسفي، بس عائلته بالنسبة لنظامنا المغضوب عليهم ما كان له أي فرصة عمل يعني أنه يشتغل. أنا كنت موظفة بالمحافظة والرواتب ما بتعمل شيء، فكنا نعاني من مشاكل مادية. ضليت أنا 4 سنين مقررة أنه أنا ما أجيب أولاد لحتى تزبط أمورها المادية،
وقراره هو كان قرار تاني انه ما يجيب اولاد، انه ما بده يجيب اولاد وحافظ اسد عايش. فبعدين 4 سنين والخامسة انه خلص يعني حافظ اسد شكله ما بده يموت، وبعدين انا ما بقدر اجيب اولاد فلازم انه ايه، وقررنا هذا انه لازم يعني يصير في حمل. واجا جيفارا، لما كنت حامل بجيفارا اكيد ما فكرنا بهويته الدينية، لانه بالاساس نحن ما عندنا هاي الافكار، لا انا ولا هو، لأنه لمين بده ينتمي، للدروز أو للإسلام أو لأي للمسيحية، ما عندنا أي مشكلة أبدا بهاي الخصوص. ما كان في مشكلة ابنه، حتى ابني لما كبر وصار بالصف الأول، أول سنة فات على المدرسة، فبعد شي شهر شهرين بيجي بيسألني بيقول لي ماما أنا إسلامي ولا مسيحي؟ فأنا ضحكت قلت له ليه عم تسألني هذا السؤال؟ قال لي أنا جاوبيني أنا إسلامي ولا مسيحي؟ قلت له لا إلا تقلي. قال لي في صديقي ليس جنبي اجت الآن سألت لي أنت روح على الديانة الإسلامية وليس بروح على الديانة المسيحية. فهو يعني ما عرفان هو شو انتمائه، مسلم ولا مسيحي، لأنه هاي القصص أبدا ما كانت ببال، وما كان في حديث بالبيت يعني بتدور حول هذا الموضوع.